اليوم حافل بالعمل، فالبضاعة تخرج من النفق كل 5 دقائق، وهذه المرة إسمنت من مصر. ولكن منذ تغير السلطة في مصر أصبحت المنطقة الحدودية لقطاع غزة هادئة بعد أن كانت صاخبة. عامل الأنفاق محمد لا يعرف ما سيكون عليه اليوم التالي. هو الاسمنت ما هو بيجي من مصر من جوا، مع الطريق اللي معديه مسكره ما بنقدرش. اذا فيها انا متواجد اسمنت او حديد او حصمه بنسحبهم، ما فيش خلاص بنروح، ما بنكمل الشغل الا لما تفتح الطرق ويصير مصالحه في مصر بين الاخوان وبين الجيش والشرطه او الحكومه المؤقته. خلال الأسابيع الماضية دمرت الحكومة المصرية الكثير من الأنفاق، وحدت بذلك بشدة من طرق الإمداد الهامة لقطاع غزة، ما أدى لارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، إذ أن غزة تعتمد على مصر، ولا يمكنها حاليا أن تتوقع حسن النية من جهة القاهرة، فحكومة حماس راهنت كحليف قوي للإخوان المسلمين على الرئيس المعزول مرسي، وتعاني الآن من الضغوط السياسية. هذا الانشغال يسبب تراجع حقيقي. ما نتمنى الاستقرار لجمهورية مصر العربية، أن يحقن الله دماء المصريين حتى يتفرغوا لدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في كل مكان. في الوقت نفسه فقدت حماس القدرة على التعامل مع الموقف، خاصة وأن معبر رفح لا يفتح سوى لساعات أو يغلق تماما بسبب أعمال العنف على الجانب المصري في سيناء، فيحتجز مئات الناس في كلا الاتجاهين، وحتى أصحاب جوازات السفر النرويجية أيضا لا يستفيدون منها. محمد أبو شرخ يريد بعد زيارة صيفية لوالدي أن يعود إلى وطني الثاني النرويج عن طريق القاهرة. لقيت أنا وقعت بسجن كبير يعني، وهي معاناة كبيرة بيترتب عليها خسارة كبيرة يعني علي في شغلي، على عائلتي، على مدارس أولادي موجودين هناك، يعني كل هذا خسارة كبيرة وتأخير ومستقبل بيضيع. يعني في دولة، أي دولة في العالم بيصير فيها اللي بيصير في غزة؟ مستحيل. وهكذا تزداد حالة عدم اليقين لدى سكان قطاع غزة يوما بعد يوم.